حضراتكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وكانت الرسائل حضراتكم عبارة عن إيه لمستر بيتسو موسيماني. نبتدي بمحمود الصافي، وقال لموسيماني اشتغل واجتهد وخلي الرد يكون من خلال الملعب، وإحنا كجمهور نثق بك وباللاعبين وستنجح بإذن الله تعالى. عبد المنعم عماد قال كمان كل الدعم ليك مستر بيتسو، وإن شاء الله أفريقيا للأهلي بإذن الله. فكري محمد قال بالتوفيق يا مستر موسيماني، جمهور الأهلي في ظهرك وسندك وشد حيلك. طبعا الكل في ظهر مستر بيتسو موسيماني. عصام سعد الدين قال إن شاء الله واثقين في الله ثم موسيماني إنه يغير أشياء كانت بعيدة عن الأهلي لفترة وجيزة. معاك إن شاء الله بطولاتنا تزيد، معاك الأهلي يفضل حديد، ومعاك إن شاء الله تقرب البعيد بإذن الله. علاء زيدان قال بالتوفيق إن شاء الله وأهلا بك في أعظم نادي في الكون. أخيرا محمد العربي قال اللي يقدر الأهلي يتشال على الراس، وإحنا كجمهور أملنا فيه كبير بعد ربنا. ويلكم تو إيجيبت. دي كانت بعض تفاعلات جمهور الأهلي على السوشيال ميديا ورسائلهم لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد، واللي مع نهاية حلقتنا أكيد بنتمنى له كل التوفيق خلال المرحلة الهامة جدا المقبلة، سواء في متبقى من مباريات في بطولة الدوري العام أو بالتحديد في التحدي الأهم وهو التحدي الأفريقي من خلال مواجهتي الوداد. ومن ثم بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا في مستر موسيماني وكمان في لاعبي النادي الأهلي في التأهل للنهائي والفوز بهذه البطولة الغالية لكل جماهير النادي الأهلي.